يسرني أن أكون بينكم اليوم لنحتفل معا باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وأحييكم جميعا تحية صادقة من القلب منبعها اعتزازنا الكبير ببلد المليون شاعر، وتقديرنا البالغ للمشاركة المتميزة لجمهورية موريتانيا في اكسبو 2020 دبي. لقد شهد اكسبو اشبيليا عام 1992 اول مشاركات الشقيقة موريتانيا في اكسبو الدولي، ومن ذلك الحين شاركت في العديد من المعارض العالمية والمتخصصة لتحصد جائزة ذهبية وأخرى برونزية لتطوير الموضوعات في كل من إكسبو شانغهاي 2010 وإكسبو ميلانو 2015 على التوالي، فيما تحظى مشاركتها معنا في هذه النسخة من هذا الحدث الدولي الضخم ببالغ الثناء والتقدير. الحضور الكريم يقدم لنا جناح موريتانيا الرائع لمحة عن تنوع المناطق وتميزها في هذا البلد العربي الشقيق، من السهول الشاسعة المفتوحة في الشمال إلى المناطق الوعرية الخصبة في الجنوب بخلاف الحوض الشرقي والقصر القديم المسجلين بقائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويعرض الفرص التي لا حصر لها في موريتانيا والمتاحة للاستثمارات والشراكات عبر مختلف القطاعات ومجالات الأعمال، ويوفر الجناح أيضا فرصة معايشة تجربة فريدة للبيئات المتباينة داخل موريتانيا في كل من البادية والمدينة، ويقدم عروضا تفاعلية وموسيقى تسلط الضوء على الحياة اليومية لمختلف فئات الشعب الموريتاني العظيم، حيث تتطلع الإمارات العربية المتحدة كدولة ناهضة وشابة والأولى التي تستضيف إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع جميع البلدان في كافة أنحاء العالم. ولموريتانيا من هذا أتطلع مكان خاص أيها السيدات والسادة لما يجمع بين بلدينا الشقيقين من تاريخ وغرابة وأطار مشترك يجمع دولتينا داخل العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة للعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية موريتانيا الممتدة منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، والتي تشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتهدف دولة الإمارات إلى مزيد من العمل والتعاون مع جمهورية موريتانيا الشقيقة